السؤال لما بتسمعه قسيس عزت يعني ليه أنا موجود؟ خليني نبتدي من ناحية إلهية. طب إذا الله خلق الإنسان هل فعلا الله خلق الإنسان ليه؟ يعني لهدف ولأي هدف؟ أكيد ما خلقنا بس أكيد. يعني أكيد. نولد ونعيش ونموت وما في إشي طبعاً. في هدف طبعاً. في الحياة طبعاً. فضل. يعني في إقرار الإيمان الويست منستري وحضرتك عارف ده تماما، يقول إن الله الهدف الأول من خلق الإنسان أن يعرف الله وأن يحبه وأن يعبده وأن يتمتع به إلى الأبد. لأن لما أعرفه ولما أحبه ولما أعيش له أعيشه النتيجة إيه؟ هتمتع به للأبد. لما تنتهي حياتي هنا هتمتع به للأبد. سارتر قال جملة، واحد من المفكرين المسيحيين قال إن الله شكل في كيان كل إنسان فراغ ما لا يشبعه إلا الله. أغسطينوس. أغسطينوس قال يا رب لقد خلقتنا لذاتك، نفوسنا لن تجد راحتها إلا فيك، ولن يشبع قلب الإنسان إلا أنت، إلا أنت في فراغ مش ممكن يملأ إلا الرب. فأنا من البداية اسمح لأقول، عايز أقول لكل مشاهد، الفرق بين إنسان وإنسان إن يبقى عارف أنا موجود ليه. أنا موجود ليه، مش بس كمان أنا موجود ليه، أنا مين. أنا مين. لو عرفت أنا مين وأنا موجود أنا عايش ليه، أنا بعتقد ده اللي بيفرق تماما بين واحد واحد يا أسيس نزار. حتى على مستوى حياتنا الشخصية إحنا كمؤمنين، لو أنا عارف أنا عايش ليه، ولو في مؤمن تاني مش عارف، يعني مجرد عارف الهدف الرئيسي أنا عايش لربنا لكن مش عارف هو عايش ليه، الخطوات العملية ده بينجز وده ما بينجز، ده بيعمل عمل كبير وده ما بيعملش،